لم يدر بخلد أحد منهم أنها ستكون آخر ليلة في العمر، حيث الشرارة الأولى لحريق قاعة الهيثم للأفراح بقضاء الحمدانية الذي بات رهينة للميليشيات المتصارعة عليه والساعية لتهجير سكانه المسيحيين للاستحواذ على ممتلكاتهم، كما تؤكد مصادر من نينوى، لتودي هذه الفاجعة بحياة أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بحسب مصادر طبية. تقرير الدفاع المدني الأولي أكد غياب متطلبات السلامة في قاعة الهيثم للأفراح من منظومات الإنذار والإطفاء، فضلاً عن بنائها المخالف لتعليمات السلامة، ما أدى لانهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء واطئة الكلفة وسريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران، وسط غضب الأهالي من خلو صالة الأفراح لأي من احتياطات السلامة، ما زاد من فداحة الكارثة. هسه موصل قبط، هاي أربيل يجي قرقوش قبط، كله كارثة إنسانية يعني. غياب المستلزمات الطبية وعدم استعداد المستشفيات لاستقبال أعداد المصابين الكبيرة أدى بدوره لارتفاع عدد الوفيات، حتى وصل الحال بأن تطلق مستشفى الحمدانية نداء استغاثة للصيدليات الأهلية لتأمين أدوية حروق بعد نفاد ما لديها وعدم تمكنها من علاج المصابين بما لديها من أدوية شحيحة. ما أشبه اليوم بالأمس، فالأسباب نفسها التي أدت لحريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والحسين في ذي قار تظهر مجددا في فاجعة الحمدانية، لتؤكد الفساد المستشري في مفاصل الدولة وغياب الرقابة الحكومية والاستهانة بحياة وأمن المواطنين من قبل المستثمرين المرتبطين بمكاتب الميليشيات الاقتصادية والمقاولين ممن تحال إليهم مناقصات تنفيذ مشاريع البناء. حقيقة قاعة لا توجد بها مواصفات السلامة والأمان بسبب وجود ألعاب نارية، تم احتراق السقف بشكل سريع وانهيار سقف البناية على الموجودين داخل القاعة. بيانات وشجب وتعازي واستعراضات إعلامية تكتفي بها حكومة السوداني عقب إعلانها الحداد، وإن زادت على ذلك فستشرع بتشكيل لجنة تحقيق وتقص تسوف القضية دون أي نتائج، كما جرى في حادثة عبارة الموصل التي ذهب ضحيتها المئات، ومن قبلها اللجان التحقيقية التي طمست الحقائق بعد المجازر المرتكبة إبان حرب الموصل، والتي راح ضحيتها الآلاف ممن قضوا تحت أنقاض المدينة القديمة، ليكون المواطن الموصلي ضحية للفساد والإهمال بعد موته غريقا أو حريقا أو مدفونا تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل العمليات العسكرية.